أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرصه على المتابعة الدورية لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية التي تتبناها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص لمجابهة ارتفاع الأسعار في عدد من السلع. هذا ولفت مدبولي خلال اجتماعه لمتابعة موقف تنفيذ المبادرة إلى ضرورة التنسيق المستمر من أجل تذليل أي تحديات تواجه عملية توفير السلع، خاصة بين مسؤولي الغرف التجارية والبنك المركزي لسرعة توفير المكون الدولاري. وخلال الاجتماع أشار مسؤولو اتحاد الغرف التجارية لأنه على مدار الفترة الماضية ضخ شركاء المبادرة الكثير من السلع، مؤكدين أن هناك توافقا على أن الوفرة في المعروض هي التي تسهم في تحقيق توازن الأسعار. جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التأكيد على استمرار جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية ومتابعتها لما يتم تنفيذه على أرض الواقع من مشروعات تتعلق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة في مختلف القطاعات. وخلال اجتماعه لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، أكد مدبولي أن تلك المبادرة ستسهم في تحسين مستوى جودة الحياة لنحو 58 مليون مواطن بالقرى المستهدفة. وكلف مدبولي بالاعتماد على المكون المحلي بمختلف المشروعات والتأكيد على أهمية تطبيق ذلك بشكل مستمر دعماً لقطاع الصناعة الوطنية وبما يحقق أهداف هذا القطاع المهم في جذب المزيد من الاستثمارات وإقامة المزيد من التوسعات لمشروعاته وشركاته. أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن سعادته بانتخاب مصر عام 2022 رئيساً للجنة الأسواق النامية والناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، وكذا نائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال. وخلال كلمته في افتتاح الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية والناشئة واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعتين لمنظمة الأيسكو، أكد مدبولي أن الاجتماع يمثل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات حول سبل التعامل مع التهديدات الخاصة بالتكنولوجيا المالية، وفرصة جيدة لتبادل الخبرات والأفكار حول التعامل مع المخاطر المالية والمخاطر التي ناجمة عن التقنيات المالية وكيفية يمكننا أن نحقق الاستدامة في القطاع المالي. سادتي سادتي، نحن نعيش في عالم تقني متغير بسرعة، وأعتقد أن التكنولوجيا المالية والاستدامة والإبداع هم مهمين لتعزيز الشمول المالي وتوفير وصول عادل ومستدام للخدمات المالية للجميع في مجتمعنا. هذا يتطلب اقتصاد نامي متنامي، ومصر اعتمدت برنامج إصلاح اقتصادي لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة الاقتصادية للزيادة من النمو. نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شاركت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في قمة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا التي تنظمها الحكومة الألمانية، وتهدف القمة إلى تعزيز الحوار بين ألمانيا والدول الأفريقية ودفع التعاون الاقتصادي والتقدم في اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز الاستثمار الخاص والتجارة البينية بالقارة الأفريقية وتكثيف التعاون في مجال الطاقة. كما أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى إيمان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، ليرتفع رأس المال السوقي بنحو 7 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 1,673 مليار جنيه. وارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 24,774 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 4,933 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 7,244 نقطة.
يشارك وزير الموارد المائية والري هاني سويلم في الدورة 15 للمجلس الوزاري العربي للمياه والتي ستعقد في الفترة من 22 إلى 23 من نوفمبر الحالي بالعاصمة السعودية الرياض تحت شعار التنمية المستدامة في المنطقة العربية الهدف السادس التحديات والفرص. هذا وشارك رئيس قطاع شؤون مياه بوزارة الموارد المائية والري عارف غريب على مدار يومين في الاجتماع 22 للجنة الفنية العلمية للمجلس، وذلك لمتابعة القرارات الوزارية السابقة وجهود الدول العربية في تنفيذها وأهمها تنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي، وكذلك دعم الأمانة الفنية لمبادرة التكيف مع المياه والقدرة على الصمود. هذا وأوضح الجانب المصري أهمية مجالات عمل المبادرة، ويعقب هذا الاجتماع أو هذه الاجتماعات التحضيرية اجتماع المكتب التنفيذي الذي تشارك فيه مصر. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى ليوسف ونهى لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة.